والآن بدأنا بالفقرة الثالثة. يقول عمر رضي الله عنه لأبي بكر الصديق: أحب كل منهم لأخيه ما يحب لنفسه، إذا غاب أحدهم تفقدوه، وإذا مرض عادوه، وإذا افتقر أعانوه، وإذا احتاج ساعدوه. هنا يقول إذا غاب أحدهم تفقدوه، ما معنى تفقدوه؟ ما معنى تفقدوه؟ تفقدوه بمعنى سألوا عنه، إذا غاب سألوا عنه. نعم. وإذا مرض عادوه، عادوه يا رابع الحلوين بمعنى رجعوه، الفعل رجع أم زيارة؟ إذن عادوه زاروه، وهي من عيادة المريض. عادوه بمعنى زاروه، وهي من عيادة المريض، وعيادة المريض حق لكل مسلم على أخيه المسلم. نعم نكمل. وإذا افتقر، ما معنى افتقر؟ افتقر بمعنى احتاج. أعانوه بمعنى ساعدوه، أعانوه بمعنى ساعدوه. كيف كان يتعامل أهل المدينة مع من يصيبه مصيبة أو خطب أو جلل عظيم؟ يقول وإذا أصيب عزوه وواسوه. ما معنى هذا؟ معناه إذا أصيب أحدا من أهل المدينة بمصيبة وأصبح لديه من الجلل العظيم أمرا، فإنهم يعزوه ويواسوه، أي إذا لحق به أذى في أي شخص من أهل المدينة صبروه وساعدوه وواسوه. إذا عزوه وواسوه معناها عزوه وواسوه، معناها أي إذا لحق بأحد سوء فصبروه. دينهم النصيحة وخلقهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. خلقهم، ما معنى الخلق؟ الخلق هي الطبع. وما هو المنكر؟ هي الأفعال القبيحة التي نهى الإسلام عنها. فقال عمر: ففيما يختصمون؟ بعد أن تمتعوا في هذه المزايا أهل المدينة بأنهم أحبوا لأخيهم لأي أحد في هذه المدينة ما يحب لنفسه، وإذا غابوا تفقدوا وسألوا عنه، وإذا مرض زاروه، وإذا افتقر واحتاج فساعدوه، وإذا أي منهم أصابه الجلل أو المصيبة فعزوه، أي إذا لحق به سوء فإنهم صبروه. وخلقهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ففيما يختصمون، فلا داعي إذن للقضاء في المدينة بسبب الأخلاق الحميدة التي تمتع بها أهل المدينة في عصر أو زمن أبو بكر الصديق. فهنا في الفقرة الأخيرة لدي فكرة، هذه الفكرة هي الإيمان العظيم للمسلمين الذي جعل في أخلاقهم كالقرآن، يسيرون بتطبيقه على هذه الأرض. إذن الفكرة هي الإيمان العظيم الذي جعل من المسلمين
في أخلاقهم كأنهم قرآن يمشي على هذه الأرض. وهنا وصلنا إلى نهاية شرح درس فيما يختصمون للصف الرابع.